ننتقل معكم الآن إلى مجلس العسكري السوداني، كلمة لهم. الوطني حريصة على أمن الوطن والمواطن، وستظل العين الساهرة من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار والتحول السياسي المنشود. المواطنون الشرفاء، إذ نعلن لكم عن هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة التي خطط لها في هذا التوقيت الدقيق لاستباق الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وهو إعلان الحرية والتغيير الذي تم التوصل إليه. رأينا تنويركم بحجم المخاطر والتهديدات التي تحاك ضد أمن وسلامة الوطن بواسطة هذه المجموعة الرافضة لمطالب الشعب وانحياز القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني من أجل تأمين المكتسبات وتحقيق الأهداف الوطنية العليا التي يتطلع إليها الشعب السوداني لأجل مصلحة الوطن، وأن يكون التنافس في حكم البلاد عبر صناديق الاقتراع وليس الانقلابات العسكرية التي لن تحقق إلا الدمار وتعطيل عجلة البناء والتنمية والازدهار. المواطنون الشرفاء، تعهدكم القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني بالعمل سويا من أجل مصلحة الوطن والمواطن، ونهيب بجميع المواطنين الشرفاء بالتعاون مع المنظومة الأمنية لتفويت الفرصة على المتربصين والمندسين الذين يسعون لإشهاد مسيرة البناء والتعمير ومكتسبات الثورة وأمن الوطن والمواطن. حفظ الله بلادنا وأمتنا من الفتن، وحقق آمال وتطلع شعبنا الصابر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن مشاهدينا، تابعنا معكم هذا الجانب من كلمة المجلس العسكري السوداني.